السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوة والأخوات الموجودين معانا النهاردة. أنا سعيد إن أنا بقدم لكم المحاضرة دي برعاية شركة إيكوتي جلوبال ماركتس. أنا معاكم محمد جامي، محلل ومدير محتوى في مجموعة إيكوتي. إن شاء الله النهاردة المحاضرة هتناول 5 استراتيجيات، كل استراتيجية مختلفة عن التانية بأدوات بسيطة جدا. هنحاول نبسطها ونحاول نكون في تطبيق عملي على كل طريقة منهم. هنبتدي النهارده مع اول استراتيجيه. دي استراتيجيه بتعتمد على مؤشرات الار اس اي ومؤشر الموفينج افريج وبعد والستوك استك. خلينا نشوف التطبيق عملي اكتر على الميتا تريدر ونطبقه اكتر عشان الناس تعرف ازاي التطبيق هيكون معانا بالظبط بعد كده. حاول نشيل كل المؤشرات اللي انا حاططها بحيث ان انتوا تكون المبتدئ منكم يبقى عارف الموضوع بيمشي ازاي او التطبيق ازاي بالظبط. تمام، ده كده شرط نضيف خالص. هنشوف التطبيق العملي للطريقه ازاي. احنا زي ما اتفقنا ان المؤشرات هنستخدم الـ RSI وهنستخدم الموفينج افريج باعدادات اكسبونشال، وبعد كده هيبقى لونه ازرق 5، وبعد كده الاحمر هيبقى 10، والمؤشر الستوك استك هيبقى اعدادات 11 3 3. تمام، اول حاجه هنستخدم الستوك استيك اعدادات 11 3 3. تمام، وهنستخدم مؤشر الار اس اي تمام، وهنستخدم مؤشر الموفينج افريج اعدادات 10 هيبقى باللون الاحمر، والخمسة زي ما اتفقنا باللون الازرق. طبعا انا دخلت معاكم في الموضوع على طول، التطبيق العملي اكتر هيفهمنا الطريقة ازاي والتنفيذ ازاي في الماركت احسن. لا، 5 هيبقى ازرق. تمام، طيب عايزين نشوف تطبيق الشراء او اشاره الشراء هتكون ازاي واشاره البيع ازاي. هنا بيقول لك اشاره الشراء ان مؤشر الار اس اي بقى اعلى من مستوى 50، والتقاطع المتوسط المتحرك 5 هيقطع متوسط متحرك 10، وفي نفس الوقت هتكون في اشاره شراء على الستوكاستيك. طيب في منكم يقول ان المؤشرات كده هتبقى يعني قليلة او ان الدخول والخروج كتير. احنا عندنا حاجات تانية تأكيدية عشان ما تبقاش الاشارات كتيرة في الماركت. يعني ايه؟ ما يبقاش الدخول والخروج عشوائي مع كل اشارة فيهم ان انا ادخل. لا، هيبقى الموضوع ان في فلتر، اكتر من فلتر هو اللي هيحدد لنا اذا كان الاشارة دي اشارة صحيحة ولا لا. طيب هنا بيقول اشارة الشراء، الشراء هيكون تقاطع موفينج افريج 5 مع 10، بس في نفس الوقت هيكون الـ RSI أعلى من متوسط 50، وهيكون الـ Stochastic إشارة شراء. طيب تعالوا نتابع كده إشارة إشارة ونقول إمتى دي الإشارة صحيحة وإمتى الإشارة لأ دي مش صحيحة. خلونا نتابع مثلا الإشارة اللي أنا واقف عندها دي هنا. طيب هنا تقاطع المؤشر فعلا، وهنا في نفس الوقت كان الـ RSI كان فوق مستوى 50، إدانا إشارة الدخول هنا، والسعر فعلا كمل مستويات لحوالي 286 نقطة. ده احنا هنا بنطبق على الباوند دولار شارت الساعة. طيب
امتى احدد التارجت بتاعي وامتى ستوب لوس. بص، في كذا طريقه انت ممكن تحدد بيها التارجت بتاعك. في اول حاجه ان انت تقدر تغير الستوب لوس يبقى متحرك، يعني طول ما السعر بيعلى معاك انت تبتدي برضو تزود الستوب لوس معاك لاعلى، يعني باسمه وقف متحرك. وفي فكره ان انت تقدر تحدد التارجت بتاعك مره واحده، وليكن مثلا ان انا هتارجت 50 نقطه او 100 نقطه والستوب بتاعي 30. في اشاره تانيه برضو للستوب لوس، ان انت ممكن تحدد وليكن الموفنج افرج الاحمر ده اللي هو 10، بمجرد ما السعر هيقفل تحته انا بغلق الصفقه سواء بربح او سواء بخساره، لان ممكن تبقى الاشاره مش صحيحه، ممكن نيجي يديك اشاره وتكون مش سليمه. فهنا ما ترتبطش بحاجه واحده بس ان انت تحدد بيها التارجت بتاعك والستوب. طيب خلينا نشوف اشاره تانيه. نشوف مثلا هنا يوم مثلا هنا مثلا. طيب في طبعا في وقت زي كده بيبقى فيه اشارات او تدخلات مع بعض كتير، يعني المؤشر يجي هنا مثلا. طيب هل دي اشاره بيع او شراء؟ انت مبدئيا لازم تكون التلات اشارات متوافقين معاك، ان مؤشر الار اس اي فوق مستوى 50 ده بيدي قوه ان السعر هيبقى في قوه الاعلى او في اشاره الشراء صحيحه، وفي مؤشر الستوك استك بيديك لازم يكون برضو في اشاره شراء. اشاره شراء ان الخط المنقط ده يبقى لتحت والاخضر ده هو اللي بيقطعه لفوق، دي اشاره الشراء. كذلك البيع بيبقى بالعكس، ان المؤشر الاخضر بيقطع الاحمر ده العكس لتحت. دي الاعدادات الافتراضيه بس انا غيرت رقم 11 فيه بس. تعال نشوف هنا مثلا صفقه ثانيه، صفقه شراء. هنا المؤشر اخترق فعلا الازرق، عدى الاحمر لفوق، ومؤشر الار اس اي فوق مستوى 50، وستوك استك برضو عطى اشاره الشراء. طيب انا لو دخلت هنا هيكون الخروج فين؟ انت كده معاك اول اشاره بيع وليكن ستوب لوس، هي لا هي كده هيكون قفل على ربح، يعني لو الدخول كان من هنا وانت خرجت مع اول اغلاق لشمعه تحت مؤشر الستوك تحت مؤشر موفنج افريج 10، فانت بتتكلم في ان انت كسبت 62 نقطه. طب فرضا انا دخلت وعايز احدد وقف الخساره، انت ممكن تحدد وقف الخساره بتاعتك زي ما قلنا، ان انت ممكن على اول اغلاق لتحت المؤشر او اخر اغلاق او اقل من اغلاق اقل قاع. يعني انت لو هتشوف القاع اللي قبله على طول، هنا مثلا انت دخلت القاع على طول اللي تحته ده، انت ممكن تحدد الستوب لوس بتاعك تحت اخر قاع ده بثلاث نقط مثلا او بنقطتين، وده اللي بيبقى وقف الخساره بتاعك. لان اوقات كتيره بتحصل زي هنا مثلا، ان هو بيفضل المؤشر يفضل متداخل مع بعض، ان هو السعر ما نزلش مثلا او ما نزلش كتير، وفي نفس الوقت هو مش طالع فوق المؤشر بصفه كتيره، بيبقى زي حاره عربيه حوالين الموفنج افريج. انت ممكن في الوقت ده تكون محدد وليكن ان وقف الخساره تحت اخر قاع، بحيث ان انت يقدر يطلع من الحاله العربيه اللي هو فيها دي. طيب شرط البيع هتكون ازاي؟ هي نفس الاعدادات بس عكس الشراء. بمعنى ايه؟ مؤشر الار اس اي هيبقى اقل من مستوى 50، ومتوسط المتحرك 5 هيكون بيقطع متوسط المحرك 10، واشاره البيع على الستوك استك زي ما احنا اتفقنا عليها، ان انت هتكون الاختراق لتحت. احنا هنا برضو عاطين امثله بتبين اكتر فين اشاره الشراء الصح واشاره البيع الغلط. هنا بص، لو بصينا على علامه الصح ان الثلاث اشارات متوافقين مع بعض، دي علامه الشراء. هنا وليكن في دي فرصه مثلا ان السعر هنا ايه حاول يقرب الموفنج افريج تشانل ويكمل، ان دي فرصه شراء. بس انت لو جيت هنا تاني تبص على بقيه المفروض للمؤشر ستوك استك او ار اس اي، انت هتلاقيهم ان ده تحت ال 50 وده مدي اشاره بيع، فبرضه لا دي ما تبقاش فرصه دخول ساعتها. طيب نشوف برضه فرصه بيع ثانيه. هنا هنشوف ان تقاطع المؤشرين، مؤشر الموفنج افريج 5 تقاطع مع المؤشر ال 10 اللي تحت، وفي نفس الوقت الار اس اي كان اسفل مستوى ال 50، ومؤشر الستوك استك كان مدي اشاره بيع، ان المؤشر الاخضر قاطع الاحمر المنقط لتحت. وفعلا السوق نزل معاك لحد، وهل يكون مثلا ان احنا هنقول تحديد الربح بتاعنا
مع اول اغلاق شمعة فوق مؤشر الموفنج افريج كانت هنا، فانت هتقفل الصفقة هنا. الربح ده كان تقريبا حوالي 180 نقطة او 200 نقطة. تعال نشوف برضو فرصة بيع على الميتا تريدر، نشوفها لايف. نشوف مثلا طبعا ده الباوند كان طالع الفترة اللي فاتت. طب تعالى نشوف هنا. طيب هنا مثلا ادى الدخول من هنا، وقت ما ادى الدخول هنا هو ادى على في ان السعر فعلا قفل تحت الاثنين موفنج افريج، والستوك استك كان عاطي اشاره، لكن الار اس اي كان لسه ما عداش وقت الدخول. فانت الافضل في الحاله دي ان انت لازم تستنى تاكيد من الثلاث مؤشرات عشان تدخل. فلو دخلنا مثلا الفرصه دي، انت السعر ابتدى ينزل معاك، يعني ممكن نقول كان اول اغلاق كان هنا، كان بعد حوالي 60 نقطة أو 65 نقطة، تمام؟ فدي كانت فرصة بيع برضو. زي ما احنا قلنا لو في إشارة زي هنا مثلا وفي تداخل، تحاول تخلي إن طالما قفل مثلا يعني ما بعدش عن الموفنج افريج الشمعة في الإغلاق سواء فوق أو تحت، إنك تخلي الستوب لوس بتاعك آخر قاع تكون قبل إشارة الدخول دي، وليكن هيبقى القاع ده. وهو فعلا كمل ودى اشاره الدخول وكمل اللي قعد. طيب تعال نشوف الطريقه الثانيه. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان انت ممكن تستخدم على الفريمات الاربع ساعات او ساعة او فيما اعلى، يعني مش مرتبط بفريم معين ان انت تقدر تستخدم الطريقة، لان احنا هنشوف بعد كده في طرق تانية هنبقى ملتزمين بالفريم، ملتزمين بـ 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 باطار زمني معين، مش اي طريقة ينفع ندخل بيها على كل الاطارات. وليكن مثلا الاستراتيجية التانية دي. الاستراتيجية التانية دي اسمها نموذج الشمعة الداخلية. ده نموذج برايس اكشن للي حضر معانا اخر محاضرة او المحاضرة اللي قبل اللي فاتت الجمعة اللي فاتت اللي قبلها، كان شرح للبرايس اكشن ونماذج البرايس اكشن. ده كان من ضمن النماذج دي نموذج الانسايد بار. الانسايد بار ده نموذج بيتكون عن طريق الشموع اليابانيه. فكرته ان في شمعه داخليه بتبقى الاعلى سعر واقل سعر داخل شمعه قبلها. يعني هنا الشمعه دي الشمعه زي ما بيقول الشمعه الام، ودي الشمعه الابن بتاعها. ان حدود الشمعه الثانيه لازم تبقى داخل الشمعة الكبيرة بتاعتها، تبقى كاملة من أعلى سعر لأقل سعر داخل الشمعة الكبيرة، سواء صعود أو هبوط. ده مش ده اللي هيحدد إذا كان النموذج صاعد أو هابط. إحنا هنحدد بعد كده، هنقول إمتى نشتري وإمتى نبيع، ده اللي هنقوله دلوقتي. طيب إمتى أشتري وإمتى أبيع؟ دي برضو أمثلة للنموذج، وإمتى إشارة الشراء وإمتى إشارة البيع، وهنطبق برضو عمل. تعال نشوف هنا مثلا في أول واحدة. هنا نموذج الشمعة الإنسايد باير اتكونت. هو طبعا زي ما اتفقنا إنه بيبقى من أربع ساعات فيما أعلى، ما ينفعش تستخدمه على الساعة أو الحاجات الأقل أو الإطارات الأقل. هي هتشتغل معاك وأوقات هتحقق أرباح، بس الأفضل في النموذج برايس أكشن دايما إن أنت كل ما الإطار الزمني كل ما كان أكبر، كل ما كان هيبقى النموذج هيبقى يديك نتيجة أفضل. يعني حتى بعد كده لو أنت استخدمت الإطار مثلا الديلي معاك، هيحدد التارجت معاك أو هيحدد النموذج هيكون معاك بشكل أفضل، هيديك أفضل نتائج يعني. طيب تعالى نتكلم هنا مثلا زي ما اتفقنا. طب إشارة الدخول فين؟ إشارة الدخول بمجرد إغلاق أعلى شمعة الإنسايد بار، بمجرد ما بيعديها أنت بتدخل، وليكن لو عدى القمه دي بتبقى فرصه شراء. طب لو كسر القاع دي فرصه بيع. طب تحديد التارجت او وقف الخساره ده برضو ليها كذا طريقه. اول طريقه، وقف الخساره دايما بيبقى ثابت، يعني الستوب لوس بتاع الطريقه دي ثابت، لكن التارجت ده اللي انت ممكن تقدر تحدده بكذا طريقه. اول حاجه الستوب لوس بتاعها بيبقى اسفل الشمعه الام، يعني اسفل القاع دي بنقطتين بتروح عامل الستوب لوس بتاعك. احنا زي ما اتفقنا لازم، احنا شرحنا في المحاضره الاخيره اهميه الستوب لوس ده، وقف الخساره، ان اهم حاجه عشان تحمي حسابك لازم يكون لاي طريقه تستخدمها وقف خساره ثابت. ما ينفعش تتبع اسلوب التعزيز واسلوب ان انا تحسين مستوى السعر والكلام ده كله،
مش صحيح. مصيره ان انت حتى لو حققت كذا ربح الفتره، مصيره برضو ان هو في الاخر هي مفيش ستوب لوس. طالما مفيش ستوب لوس الحساب ممكن يدمر لك الحساب كله. خلينا نشوف هنا، دي فرصه شراء. قلنا بمجرد ما السعر اخترق القمه بتاعت الانسايد بار انت بتدخل شراء. التارجت بتاعك ممكن يبقى ضعف وقف الخساره، احنا زي ما قلنا وقف الخساره هيبقى ثابت، ممكن يبقى الضعف على طول، وممكن يبقى على اقرب مقاومه، دي فرصه شراء، اقرب مقاومه تقفل عليها الصفقه بتاعتك. طيب هنا برضو نفس النموذج، بس ده نموذج انسايد بار بس كسر لتحت شمعة الانسايد بار، فكان النموذج ده نموذج بيع. طيب بيع زي ما قلنا هيبقى وقف الخسارة فين؟ وقف الخسارة هيبقى الشمعة الأم الكبيرة دي هيبقى أعلى من القمة بتاعتها بنقطتين. يعني أنت لو دخلت بمجرد كسر السعر للشمعة دي يبقى أنت هنا هتخش بيع، وقف الخسارة هنا التارجت بتاعك ممكن يبقى أقرب دعم، عشان دي فرصة بيع يبقى أقرب دعم، أو ممكن يبقى ضعف وقف الخسارة. ودي فرصة تانية نفس الكلام برضو، سايد بار وكسر لتحت، وقف الخسارة أعلى من القمة، قمة الشمعة الأم الكبيرة، وبعد كده التارجت هيبقى ضعف وقف الخسارة. طب تعالى نطبق تطبيق عملي أفضل. طب هنا طبعا احنا هنا مش ما بنستخدمش أي مؤشرات خالص، كل اللي احنا بنستخدمه أشكال الشموع اليابانية. دايما البرايس أكشن ما بتستخدمش أي حاجة غير شكل الشموع نفسها بس. طيب عايزين نشوف فرص للانسايد بار. تعال نشوف مثلا هنا النهارده، بس خلينا نجيب الاربع ساعات. تمام. طيب ده نموذج انسايد بار حصل تقريبا النهارده. دي كانت شمعه داخل الشمعه دي. طب البيع امتى والوقف الخساره فين؟ انا دخلت من هنا بمجرد ما السعر كسر دي بنقطتين انا دخلت بيع. طيب وقف الخساره بتاعك هيبقى القمه دي اللي هي دي الشمعة الأم هيبقى وليكن 15 نقطة. طيب التارجت بتاعك هنقول 30 نقطة. هو فعلا جاب التارجت وأكتر كمان، جاب لحد 41 نقطة. فدي الصفقة كانت تقريبا النهاردة وحد وجاب التارجت بتاعه. طب خلينا نشوف صفقة تانية، خلينا نشوف الصفقة دي هنا نموذج برضو الانسايد بار. على فكره يعني هتلاقي نماذج كتيره منه بتحصل، واوقات بيضرب وقف الخساره. مفيش طريقه في الدنيا هيبقى طوله على طول الوقت ربح، بس اهم حاجه ان احنا نركز ان يبقى عدد الصفقات الكسبانه اكتر من الصفقات الخسرانه. طب تعالى نشوف النهارده برضو دي صفقه تاني اهو، نموذج انسايد بار اهي، الشمعه اهي، الشمعه الصغيره اللي انا واقف عليها دي داخل الشمعه الكبيره. طيب وقف الخساره هيبقى فين؟ اسفل هنا بمجرد ما اخترق برضو كمل لاعلى. طب شوف نموذج تاني هنا، دي شمعه كبيره، دي شمعه داخليه، حلو. طيب وقف الخساره بتاعك هيبقى تقريبا 40 نقطه او نقول 45 نقطه بمجرد شمعة الانسايد بار السعر قفل، او مش لازم شرط قفل، بمجرد ما كسر بس لو شمعة الانسايد بار انت بتدخل بيع. طب دخلنا بيع، وقف الخسارة بتاعنا هيبقى زي ما اتفقنا هيبقى وليكن 45 نقطة. طب التارجت 90 نقطة، هو جاب التارجت واكتر كمان. نشوف نموذج تاني للانسايد بار. طيب نشوف مثلا ده نموذج انسايد بار بس يعني ضرب وقف الخسارة ازاي؟ ادي شمعه اهي داخل الشمعه الكبيره، حلو. السعر عدى القمه بحاجه بسيطه جدا، حلو، لكن رجع تاني لتحت. طب هو هنا وقف الخساره كان قد ايه؟ وقف الخساره بتاعك كان تقريبا 15 نقطه. وما اقول هنضيف السبريد مثلا وليكن نقطتين كده 17 نقطه، خلاص هو هنا ضرب وقف الخساره، مفيش مشكله. خلاص يعني هو ضرب الستوب لوس بتاعك
وليكن 15 نقطة أو 17 نقطة، أنت محقق في صفقة واحدة قبل كده 90 نقطة، فده طبيعي إنه يعني أو في وقت من الأوقات تضرب الصفقة ستوب لوس. هنا برضو نموذج انسايد بار، شمعة أهي، ودي شمعة داخلية، بمجرد ما السعر عدى هنا قمة الانسايد بار، وقف الخسارة بتاعك كان تقريبا خمسة، ونقول 25 نقطة، يعني هنقول التارجت 50، هو جابه على طول في نفس الشمعة. دي نماذج كتير للانسايد بار بتحصل، فانت هتلاقي نفسك ان الصفقة واحدة كسبانة ممكن تعوضك، يعني تعوضك كذا صفقة خسران. طبعا دايما او في الغالب ان الصفقات الكسبانة هي اللي بتبقى اكتر. نشوف صفقة تاني هنا مثلا، ده برضو انسايد بار، ستوب لوس كان 50، بس دي تقريبا جاب 70. لا دي زي ما اتفقنا ان احنا هنقول ايه كده، تقريبا الطريقة واضحة، يعني هو زي ما اتفقنا ان هيبقى شمعة داخلية، ستوب لوس اخر قمة او اخر قاع، وقف الخسارة بيبقى ضعف التحديد، الربح يبقى ضعف وقف الخسارة. طيب خلينا نشوف طريقة تانية. طيب الطريقة التانية دي ممكن نستخدمها على جميع الأزواج العملات أو المعادن، أي منتج يعني عموما على الميت تريدر تقدر تستخدم عليه الطريقة. طب هنا الإطار الزمني اللي احنا هنستخدم عليه الطريقة 30 دقيقة اللي هو نص ساعة والاربع ساعات دي شوية، ان الاطار الزمني مرتبط ببعض. طب المؤشرات اللي احنا هنستخدمها البولينجر بان باعداداته الافتراضية، ومؤشر الار اس اي باعداداته الافتراضية برضه. خلينا نحط المؤشرات على الميتا تريدر وبعد كده نشوف امتى اشارة الشراء وامتى اشارة البيع. تمام، شوف شارت تاني. زي ما قلنا البولينجر باند، يبقى نشوف الانديكيتورز هيبقى بإعداداته الافتراضية. وهيبقى معانا مؤشر، قلنا الايه، مؤشر الار اس اي. برضه هيبقى باعداداته الافتراضية. طيب امتى اشارة الشراء وامتى اشارة البيع؟ خلينا نشوف. إشارة الشراء قال لنا هنا إيه؟ إن مؤشر الـ RSI أعلى من مستوى 50، لكن ده على فريم الأربع ساعات. الصوت واضح يا شباب؟ تمام؟ ولا في حد ما عنده مشكلة في الصوت؟ تمام. زي ما قلنا هيبقى مؤشر الـ RSI هيبقى على الأربع ساعات فوق مستوى 50، وإشارة الدخول بتاعتنا هتبقى من خلال مؤشر النص ساعة بس بتاع البولينجر باند. تعال نشوف التطبيق ازاي هنطبقها. هنجيب هنا مثلا الاربع ساعات، نحدد مستوى 50. مستوى 50 ده انت بتدخله يده وبتجيب هوريزونتال يعني لاين كده، وانت اللي بتحدد هو تقريبا كده 50 بالظبط. طيب فرصة زي ما قلنا لازم عشان تحدد فرص الشراء والبيع، هنحدد الأول مؤشر الـ RSI يبقى فوق مستوى الـ 50، ده لو إشارة شراء. طب تعال نحدد هنا، خلينا نجيب نحدد المستوى هيبقى بتاع فرصة الشراء وفرص البيع. هنا مثلا ده كده على اربع ساعات، انت هتجيب وليكن تعالى نختبر الحته دي الفرص الشراء دي كده، احنا حددنا
المنطقه اللي كان فيها الار اس اي فوق مستوى 50. طب اشاره الدخول بالظبط هتبقى فين؟ هتبقى على مؤشر البولينجر باند لكن على اعدادات النص ساعه. طيب تعال نشوف هنا المنطقه اللي احنا حددناها هنا في المنطقه الزرقاء دي، كلها كل فرص الشراء على البولينجر باند شراء ندخلها، لكن فرص البيع لا. طيب تعال نختبر كده طريقه. امتى فرصه الشراء؟ فرصة الشراء بمجرد إغلاق الشموع على المتوسط اللي في النص للبولينجر باند، يعني الخط اللي في النص ده طول ما هي الشموع فوق أنت موجود جوه شراء. بمجرد ما بتقفل تحت، طول ما زي ما اتفقنا الـ RSI فوق مستوى 50 أنت بتطلع بس من الصفقة، بمجرد ما يرجع تاني أنت شراء برضه. طيب طول ما السعر فوق هنا وليكن مثلا إحنا دخلنا هنا مثلا، حلو؟ السعر طلع معاك وليكن مثلا 25 نقطة، بتتكلم دلوقتي على الدخول نص ساعة، حلو؟ هنا السعر مثلا قفل اهو فوق مؤشر البولينجر باند فوق الخط الوسط ليه، دي صفقة. وهنا طبعا احنا الار اس اي فوق على الاربع ساعات فوق ال 50، دي صفقة شراء. طب كده طول السعر شغال معاك، امتى داخل شراء شراء شراء؟ طب امتى اخرج فين؟ بمجرد ما قفل بس هنا تحت انت خرجت. فانت ده بتتكلم مثلا في ربح في صفقة زي دي يتعدى حوالي 140 نقطة بعد ما الخروج، مع انه كان محقق في وقت من الاوقات اكتر من كده يعني، بس احنا بنتكلم على اشارة الخروج بالظبط. طيب صفقات البيع عكس الشراء خالص، ان انت برضو هيبقى مؤشر الـ RSI صفقات البيع تعالى نحددها الأول على الأربع ساعات. تعالى نشوف التطبيق برضه، احنا طبقنا بأمثلة في الماتيريال نشوفها مع بعض. شرط البيع هنبقى زي ما قلنا الـ RSI هيبقى أقل من مستوى الـ 50 على الأربع ساعات، وشرط الدخول سواء شراء أو بيع هتبقى من خلال البولينجر باند. طيب تعالى نشوف برضه مع بعض. هنا برضه حددنا المنطقه اللي فيها ان الـ RSI اعلى من الـ من الـ من مستوى 50، دي فرصه شراء. السعر طول ما السعر فوق متوسط الخط الوسط للبولينجر باند، لان ده كده كلها صفقات شراء، صفقات شراء بس ما تدخلش بيع. يعني حتى هنا قفل لا ما تدخلش بيع، حتى ورجع على طول كمل، لان الـ RSI بيقول لك على الاربع ساعات لا انت لسه ما زلت شراء. البيع كان هنا، بمجرد ده انا محدد ده شرط كده اربع ساعات بيحدد لك الشراء على المناطق على ار اس اي، وده البولينجر باند. تعال نشوف برضو الامثله اللي بعد كده. هنا عمليات الشراء بقى والبيع على ال 30 دقيقه زي ما حددنا تحت. هنا الشراء زي ما اتفقنا الار اس اي فوق مستوى ال 50، كل دي عمليات شراء. هنا عند السهم ده كده دي عمليه شراء، السهم الثاني هنا برضو عملية شراء، دي عملية شراء. كل عمليات شراء انت تدخلها طول ما الـ RSI على الاربع ساعات فوق ال 50 ما تدخلش بيع. البيع بقى العكس، انت طول ما الـ RSI اقل من مستوى ال 50 انت تدخل عمليات البيع بس. حتى شوف هنا بمجرد بس عملية بيع تقريبا يعني الصفقة دي لوحدها فيها حوالي 150 او 180 نقطة، صفقة واحدة، رغم ان انت ممكن الطريقة يبقى فيها برضو وقف خسارة لصفقة او صفقتين، لكن بتيجي صفقة واحدة كسبانة بتعوض لك كل الصفقات اللي انت خسرتها. تعال نطبق برضو على صفقات بيع على الميتا تريدر. احنا زي ما حددنا الاربع ساعات، فاحنا عايزين نشوف طبعا احنا هنا بنعمل بس باك تيست للطريقه، لكن مش يعني مفيش تطبيق دلوقتي ان احنا ندخل عليها على صفقه لايف دلوقتي حالا، بس وليكن ان احنا هنقول دلوقتي ان الار اس اي فوق مستوى ال
فوق مستوى ال 50. طب لو جينا على النص ساعة، هو فعلا يعني ادى برضو شهرة دخول، هو مازال في دخول يعني، برضو الحتة دي برضو كلها تقريبا كان من بعد الار اس اي، كان فوق الاربع ساعات، كان فوق المستوى ال 50. طب تعال نشوف بس طريقة او صفقات بيع، عايزين حتة يبقى فيها الار اس اي كان اسفل مستوى كده، ده شرط الاربع ساعات. تعال مثلا هنا، هو اتجاهه صاعد اغلب الوقت، هنا مثلا تعال نشوف المنطقة دي، هنا الفترة دي كان على الأربع ساعات الـ RSI كان تحت مستوى الـ50، فإحنا هنا حتى لو بصيت كده بس بالشكل تقريبا من بداية هنا الدخول كان استمر لفترة طويلة. طب تعالى بقى نشوف الدخول فعلي كان في وقت إيه، يعني صفقات الشراء والبيع. تقريبا عشان شرط الاربع ساعات كبير ورا ما جابش طب خلينا نقدم شوية. شوف اختبار مثلا دي، الفترة دي كلها كانت بس فرص البيع هي المسيطرة على البلينجر باند. هنشوف إشارات البيع كانت فين. بص خلينا مع بعض، يعني أول فرصة بيع كانت وليكن هنا، كان إغلاق صريح تحت مؤشر الخط الوسط للبلينجر باند، فأنت دخلت بيع، السعر فعلا بعدها نزل فترة طويلة، يعني نزل حوالي 150 نقطة. شرط الخروج، انت بعد 150 نقطة انت ممكن تقفل في اي نقطة فيهم هنا، وليكن بعد التذبذب ده، وممكن نقول لو هنا تقريبا اغلقت صريح فعلا حوالي بعد 100 نقطة بمجرد ما عدى الخط الوسط. طب صفقة الشراء دي ادخلها؟ لا دي ما تدخلش، لان الار اس اي بيقول لك ان هو على الاربع ساعات اقل من مستوى 50، فالافضل ان انت طالما مختلفين الاشارة ما تدخلش، ندخل بس اشارة البيع. حتى هنا ادى اشارة بيع برضو، بس السعر ما نزلش فيها كتير، فتقريبا يعني ربح 3 نقط ولا 4 نقط بس شيرة ما دخلناهاش، فدخلنا نشوف الصفقة اللي بعدها بيع، بس ثبتنا نتكلم في حاجة 95 نقطة أكتر حاجة، والإغلاق كان عند مثلا وليكن 55 نقطة. دي الطريقة التانية. تعال نشوف الطريقة اللي بعدها، دي الطريقة كانت الثالثة. تعال نشوف الطريقة الرابعة. بص الطريقة الرابعة برضو ما بتستخدمش مؤشرات، بس هي طريقة سهلة جدا لأي حد مبتدئ. إشارة الدخول فيها إن إحنا بنستنى انتظار افتتاح شمعة اليوم، وبنعلق أمرين، يعني بنستنى اليوم ينتهي عندنا الساعة مثلا 12، وبداية اليوم الجديد من أول شمعة في اليوم الجديد مع سعر الافتتاح بعلق أمرين. أول أمر شراء بعد 30 نقطة من سعر الفتح، وبيع بعد 30 نقطة من سعر الفتح. طب التارجت بتاعك كام؟ وقف الخسارة بتاعك كام؟ وقف الخسارة بتاعك بيبقى 30 نقطة، والهدف بتاعك بيبقى 10 نقط. عيد تاني، السعر فتح بمجرد أول ما شمعة الدخول فتحت وليكن 1.2.00، طب أنا هستنى 30 نقطة يطلع، فلو طلع 1.2 على 030 كده 30 نقطة هو طلع. هنا انت بمجرد ما هيطلع 30 نقطة انت هتدخل شراء، التارجت بتاعك هيبقى بعد 10 نقط على طول. وقف الخسارة هيبقى هو سعر الفتح بعد 30 نقطة، او هما بعد 30 نقطة دول هما وقف الخسارة بتوعك. طيب تعال نشوف
او نطبق اكتر عشان تفهم الطريقه ازاي. في حاجه تانية، بمجرد ما هيتنفذ امر من الاثنين هتلغي الامر التاني على طول. يعني بمجرد ما هتنفذ امر شراء او امر بيع انت بتلغي الامر التاني على طول. تعال هنا مثلا في يوم، ده اليورو دولار في يوم 5/9، اللي حصل ايه؟ ان السعر فتح عند 1.1889. حلو، انتظرنا تحريك السعر 30 نقطة، فطلع 30 نقطة، واحد علامة 1919 كده طلع 30 نقطة. طب التارجت بتاعك كان بعد 10 نقط على طول، يعني 1.09929 1919929 يعني. تعال نشوف هنا برضو نفس اليوم حقق التارجت برضو سعر الفتح، انتظرنا ان هو يحقق 30 نقطة سواء فوق او تحت، هنا حققهم عند سعر 1.1908، ده سعر الفتح. سعر الشراء كان 38، البيع 48. دي الثلاث طرق دول تقريبا حققوا التارجت. تعال نشوف تطبيق عملي اكتر للطريقة. هنحدد هنا على المستوى الساعة بحيث ان احنا نحدد بداية اليوم بالظبط. حلو، طيب تعال نشوف هنا مثلا او النهاردة ايه اللي حصل. هنا سعر الفتح كان هنا عند 1.9.13 19.13. طيب اتحرك السعر لتحت حوالي 13 نقطة، الفوق شوية 9، المهم ان استنينا ان السعر يكمل 30 نقطة، وفعلا دخلنا صفقة الشراء عند سعر 19.1944، ده كان نقطة الشراء. طيب التارجت على طول هيبقى 54، وعلى طول حقق التارجت ال 10 نقط. يعني اخدت 10 نقط النهاردة مثلا بدون اي عناء خالص. تعال نشوف صفقة تاني هنا مثلا، سعر الفتح كان بالظبط الاوبن 19.64. طب يبقى هيبقى الشراء 34، قصدي البيع هيبقى 34 19.34 يا اما 19.94 شراء. تعال نشوف ايه اللي حصل. هو تقريبا ما حققش الشراء حتى. يعني كانت الصفقة صفقة بيع، ما جابش 30 نقطة، يعني اخر تقريبا وصل عند 28 او 29 نقطة ورجع نزل تاني، جاب نزل 30 نقطة، فهنا الامر اتنفذ امر البيع. حلو، وراح مكمل تاني ال 40 نقطة بتوعنا. تعال نشوف يوم تاني. دي طريقة بدون أي مؤشرات برضو، دي طريقة رقمية حسبتها بسيطة، أمرين بنعلق الأمر على طول مع سعر الفتح. هنا سعر الفتح اليوم ده كان الأوبن أهو تحت ظاهر 19، الأوبن 19.49. طيب دخلنا بالأوبن فوق برضو، ما وصلش الأمر الشراء عند 27 نقطة، رجع نزل تحت 24 نقطة. اليوم ده ما كانش فيه صفقات لأن السعر طلع من فوق، ما كملش من الفتح إلا فوق 30 ولا تحت، فهنا الأمرين بيتلغوا وبنخش من بداية تاني يوم. تعال نشوف اليوم اللي قبله، سعر الفتح كان الأوبن بتاع اليوم 20.13. طيب هندخل هنعلق أمرين، أمر شراء وأمر بيع. فوق ما جابش الشراء، نزل السعر فعلا نفذ الاوردر البيع، هنحط 10 نقط ربح على طول، وفعلا حققهم على طول في نفس اليوم. الطريقه دي سهله جدا وبسيطه لاي حد مبتدئ، موضوع يعني بسيط جدا فيه. حتى لو ضربت منك مثلا في يوم ستوب او حاجه هتلاقي دايما صفقات الربح دايما هتلاقيها اكتر. خلينا نشوف اخر طريقه معانا النهارده.
الاستاذ عمار بيقولوا ان هو حضر متاخر، ما تقلقوش يعني اللي حضر متاخر المحاضره دي دايما بتترفع على القناه بتاعتنا على اليوتيوب، فتقدر تتابعها بعد كده يعني، هي بتترفع خلال يوم او يومين عمل ان شاء الله، هتلاقيها موجوده برضو، هتلاقي كل اللي انا شرحته موجود. كمل معانا وبعد كده لو في اي حاجه تانية هتلاقيها موجوده، يعني المحاضره كلها هتبقى مرفوعه على قناه اليوتيوب. القناه بتاعتنا اسمها ايكويتي دوت مي، ايكويتي مي، هتلاقيها لو كتبت على اليوتيوب هتلاقيها موجوده على طول. هنشوف الطريقه الاستراتيجيه الخامسه. بص الاستراتيجيه الخامسه دي هي على الاطار الزمني ساعه واحده بس، نقدر نستخدمها برضو على كل ازواج العملات والمعادن اللي موجوده عندنا. طيب بنستخدم ثلاث مؤشرات فيه، مؤشر الباربوليك سار ومؤشر الماكت ومؤشر اي دي اكس. طيب مؤشر الاي دي اكس ده لو حد مش فاهمه شويه او ان هو معقد، هو اللي تحت ده. مؤشر اي دي اكس ده بيقيس قوه الاتجاه سواء الصاعد او الهابط. يعني ايه؟ يعني هو بيدي اشارات شراء وبيع لوحده، لكن انت تقدر تعتبره انه برضه عامل مساعد في اي طريقه انت تستخدمها، وليكن مثلا لو بتستخدم طريقه متوسط مرجح، متوسط مرجحات وتقاطعها، انت تقدر تقيس مستوى الترند صاعد ام هابط بشكل كبير ولا لا. يعني دايما الخط الاخضر ده الظاهر ده في الشارت ده الواضح ده، ده طبعا باعدادات الافتراضيه انا ما عدلتش فيها، يعني انت مجرد ما هتختاره احنا هنختاره مع بعض على الميتا تريدر اهو. تعال نطبق. طيب نشوف، هنشرح الاستراتيجيه بتاعتنا، بس ده انا بشرح حاجه تاني، المؤشر ده لوحده تقدر تعتمد عليه كاستراتيجيه. فخلينا نشوف البربوليك سار. طيب انسرت انديكيتورز هتلاقيه اسمه Average Direction Moving Minute Index. طيب بص المؤشر ده بس اللي ده اسمه ADX لوحده، في مؤشر اسمه دي ال AD Plus وال AD Minus. طيب ال ADX ده لو كان فوق مستوى ال 50 خلينا نشوف احنا في الطريقه بتاعتنا هيبقى احنا محددين مستوى كام. احنا هنشتغل على مستويين ال 20 وال 40. طيب هنا بيقيس قوه الاتجاه سواء صاعد او هابط. بمعنى ايه؟ يعني انت لو في حاله تذبذب هتلاقي ان المؤشرات الاي دي اكس هتلاقيها دايما قريبه من بعض، ومجرد ما كان في اتجاه واضح او اتجاه قوي هتلاقيهم يبقى فيه فرق ما بينهم كبير. بعد كده مستوى ال 20 طيب خلينا نكمل بقية الطريقة ونشرح مع بعض برضو ال ADX تنفيذه ازاي، بس نكمل بقيه المؤشرات. باربوليك سار باعداداته الافتراضيه ومؤشر الماكت باعداداته الافتراضيه من غير اي تعديل عليها. فخلينا نشوف باربوليك سار باعداداته اللي هتبقى الاعدادات الافتراضيه بتاعته من غير اي تعديل، تمام. وهنشوف مؤشر الماكت برضو بالاعدادات الافتراضيه بتاعته. طيب خلينا نشوف اشاره الدخول ايه ازاي على المثال اللي احنا حطيناه هنا. بمجرد ما السعر بيقفل تحت نقط الباربوليك سار ومؤشر الماك بيمد اشاره بيع، هنا انت بتستنى تاكيد ثالث من مؤشر الاي دي اكس انه يكون تحت مستوى ال 20. طالما تحت مستوى ال 20 هنا بيقول لك ان في اتجاه قوي هابط جاي، فطالما في اتجاه قوي او في حركه، اتجاه قوي يعني في حركه قويه في الاتجاه ده،
هنا الخط الاخضر اللي احنا قلنا بتاع المؤشر الاي دي اكس ده ما بيحكمش ان السوق صاعد او هابط، هو بيحكم ان بس الاتجاه نفسه قوي سواء في الصعود او الهبوط. بمعنى ايه؟ انه لو كان فوق مؤشر ال 40 هنا بيقول لك ان ده بدايه او اتجاه اللي جاي صاعد بشكل قوي، يعني هنا بدايه كانت وفعلا السعر اتحرك بشكل قوي او كبير لفوق، يعني اتحرك لاكثر من 200 او 250 نقطه تقريبا. فهو بيحكم بس على قوه الاتجاه، ما بيحكمش على الاتجاه. طب امتى اشارات الدخول والخروج بتاعته؟ تقاطع المؤشر ده الدي اي بلس، لما يقطع الدي اي ماينس لفوق ده معناها اشاره شراء. طب بنحكم على قوه اشاره الشراء بخط الاي دي اكس ده، بمجرد ما بيطلع لفوق هنا بيقول لك ان الاتجاه بقى اقوى، بقى فرصه الشراء فيها بقى اتجاهها بقت بتديك قوه يعني فيها. طب تعالى على طريقتنا دي، احنا عايزين نحكم اذا كان فرص الشراء والبيع احنا بنحكم عليها ازاي. زي ما اتفقنا ان انت اهم اشارتين عندك انت بتعتمد عليهم الباربوليكسار، ان انت تلاقي الشموع فوق خط الباربوليكسار دي النقط بتاعته. طيب هنا مثلا بدايه الشموع كانت اشاره الشراء. طب تعالى نبص على المؤشر المجد تحت، لسه ما اداش اشاره الشراء. اشاره المجد تحت ان احنا عايزينها ان تبقى الخطوط دي اعلى من مستوى الصفر، دي اشاره الشراء. طول ما هي فوق انت كده في شراء. طب تعالى هنا، هنا ما كانش شراء، بدايه الشراء فعلا كانت هنا من بدايه 108.30 او 32، ده احنا بنتكلم على الدولار ين على الساعة، الإطار الزمني الساعة. طيب تعالى نشوف كده ال اي دي اكس كان بيقول ايه في الحتة دي. هنا ال اي دي اكس كان ما بين مستوى ال 20 وال 40، يعني الاتجاه لا كان صاعد بشكل قوي ولا اتجاه قوي، بس كان في برضه بيأكد فكرة إشارة الدخول ان الدي اي بلس قاطع الدي اي ماينس لفوق، فهنا في فرصة شراء. تعالى نشوف لو احنا مثلا دخلنا هنا، هو كده خلاص كل الاشارات او الثلاث اشارات متفقين على الدخول، السعر فعلا طلع معاك لفوق. طيب امتى احدد ان انا ده اخد الربح بتاعي او هيبقى واقف خساره؟ هتاخد الربح بتاعك بمجرد اغلاق الشموع تحت خطوط الباربوليكسار، يعني دي اول اشاره او اسرع اشاره فيه. زي ما قلنا ان احنا اهم حاجه عندنا ان انا هي ده ربح، بس برضو عشان اوقات هيبقى فيه برضو الصفقه ممكن صفقه تضرب خساره، يبقى اول حاجه تطلعك على طول من الصفقه. فهنتكلم هنا مثلا ان خطوط الباربوليكسار ظهرت هنا باشاره بيع، وانت اشاره الشراء هنا تقريبا حوالي 90 نقطه، فانت قفلت الصفقه هنا. طيب تعال نشوف هل في فرص شراء تانية هتتكون؟ انت خرجت هنا فعلا، بس هتلاقيه دخلك على طول بفرصه شراء تانية بمجرد بس الشموع اغلقت فوق خط الباربوليكسار هنا، دي فرصه شراء ثانيه، والماجد بيقول لك دخول برضو، والاي دي اكس اعلى ال 40 فدي اشاره دخول قويه، وبيقول لك ان كده الاتجاه مازال صاعد واشارته قويه صاعده، فانت دخلت هنا. دخلت وليكن من سعر 109 تقريبا 169، فانت برضو كملت معاه حوالي 60 نقطه، خرجت هنا عند مثلا حوالي 50 صفقة تانية ب 50 نقطة في خلال اليوم. طيب تعالى، في هنا برضو أوقات بتظهر إشارات بيع، إن هو خلاص يعني هنا السعر قفل تحت خطوط الباربوليكسار اللي تحت، هل دي إشارة بيع؟ تعالى نشوف التأكيدات كده مع بعض. تعالى نشوف الخط الـ ADX بيقول إيه؟ الـ ADX بيقول لك إن هو فوق الـ 40، يعني مستحيل تبيع هنا، ده بيقول لك إن الاتجاه قوي وما زالت إن هو بيدي شراء، يعني لا ما تخشش بيع، لان اشاره البيع مش هتبقى قويه. وما زالك المجد بيقول لك ان هو فوق خط الصفر، يقول لك لا انت تدخل فرص الشراء بس. وفعلا اللي حصل ان السعر ما نزلش كتير، تقريبا اتحرك بس حوالي 15 نقطه ورجع اداك فرصه شراء ثانيه، السعر كمل فيها الاعلى. تعال نشوف مع بعض فرص بيع اكتر. تعالى هنا مثلا دي فرصه، هو فتح السعر بجاب داون، بس في نفس الوقت المجد ادالك بيع، وفي نفس الوقت مؤشر الاي دي اكس بيقول لك ده الاتجاه اللي جاي قوي هابط. تعال نبص عليه تحت بيقول ايه. هنا خط الاي دي اكس
تحت مستوى ال 20، هنا كان في تذبذب ما بين اشاره الشراء والبيع، بس هنا بيقول لك ان الاتجاه قوي بيع. حلو، فانت هنا معاك تاكيد كونفيرم بياكد لك ان انت لا خش مع اي اشاره بيع مع تاكيد من المجد خش بيع. فليكن ان احنا دخلنا هنا من سعر الفتح مثلا، دخلنا من هنا سعر كام البيك لتحت؟ حوالي 80 نقطه. اول اشاره ممكن كانت تخرجك حوالي من بعد الربح 88 نقطه من هنا من اغلاق الشمعه دي. طب تعالى هنا بنقول هل دي هتبقى فرصه شراء ولا لا؟ هنا المجد بيديك بيع، فانا بقول لك شراء، يبقى مش هتخص الفرصه دي لان مفيش تاكيد بالبيع. وكمان مؤشر الاي دي اكس كان عند ال 40 تحت، فبيقول لك لا ده هنا الاتجاه قوي للشراء مش للبيع. تعالى نشوف اول فرصه بيع هنا. هنا برضو الاي دي اكس كانت فرصه، يعني فرصه صغيره جدا للشراء، وجي خرجك على طول بعد ربح 35 نقطه. المجد تحت كان مدي شراء هنا، بس برضو الاي دي اكس ما بياكدش فرصه الدخول، كان قريب من 20، فلا دي برضو ما ندخلش الشراء. البيع بيقول ايه هنا؟ فرصه بيع. تبصين معايا على الـ على الـ على السهم اللي متحرك ده، هنا انا بشوف بختبر فرصه البيع وفرصه الشراء. هنا البيع كان قوي، السعر قافل تحت البربوليكسار، وهنا المجد كان في حيره لحد لما اكد اشاره البيع من هنا، فعلا السعر نزل هنا طلع تاني. انت تقريبا كسبت بس ممكن حاجه و20 نقطه 25 نقطه، ورجع اداك بيع تاني هنا، والمجد مدي بيع اكتر كسبت 70 نقطه. تعال نشوف فرصه الشراء دي امتى اتاكدت. هنا كان الدخول، لما ما اكدش الدخول غير بعدها لما المجد يبدا دخول والاي دي اكس عطاك برضو دخول، يعني هنلاقيكم من هنا. احنا قلناها الفرصه دي من شويه، وكمل معاك السعر. تعال نشوف فرصه ثانيه. شوف هنا مثلا ده كله كان بيع، بس كان المجد ما كانش بياكد اشاره البيع. طب تعالى هنا، ده هنا بيع قوي. تعالى نشوف اقرب فرصه بيع كانت هنا، دخلت هنا بيع في تاكيد من المجد ان هو خطوط المجد تحت مستوى الصفر، فبتقول لك اشاره بيع. الاي دي اكس كان عند ال 40 الاتجاه قوي، قوي في الاتجاه، يعني لو سواء صاعد او هابط هو بياكد لك ان الاتجاه قوي. كمان كان في اشاره بيع عليه، فانت تقريبا البيع هيكون هنا اكتر من 120 نقطه تقريبا، وخرجك مع اول اشاره هنا. هنقول الوقف او تحديد الربح، هتقفل الصفقه بمجرد ما ان السعر قفل فوق البربوليكسار ب 100 نقطه تقريبا. كده احنا شرحنا خمس استراتيجيات بشكل سريع في الاخر. يا رب تكون قدرت افيدكم بالطرق دي البسيطه، وان شاء الله نشوفكم على خير في ويبينارات مختلفه. شكرا، السلام عليكم.